صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله مرسوم رقم 73 لسنة 2021 بتعيين مدير عام لمعهد البحرين للتدريب في وزارة التربية والتعليم. جاء فيه: تعين السيدة ديانا فيصل سرحان مديرا عاما لمعهد البحرين للتدريب في وزارة التربية والتعليم بدرجة وكيل مساعد.